رحت قاسم مرفلوخ اسجل الاغنيه بالشط. بالشط شنو ما جلان انت من بطوطه؟ بالشط شلون يصير يا غير؟ لا شط ولا بحر ولا نهر. اقول لك هذول تعبناهم كلش هواي الجماعه ترى. هاي ريم واختها وهذا زوجها زين، فلازم نعاملهم بلطف. الله يخليك الطهد نام هواي هسه خل داريهم شويه حسون. اخي ما نعطيهم فلوس انا قال ببلاش يشتغلون قاسم شتغل. حسون حسون الفلوس وحدها ما تكفي ابا. شو نسوي؟ يرادلهم مداراه بلطف نعاملهم. دا اقول لك زين خل نسوي لهم قعده ولو صغيره. بلطف هسه مو اني هاي ريم احكي وياها بلطف يا تحيا بعنف. اقول له نسوي لهم قعده. خل نسوي لهم قعده. زين نسوي لهم سهره بالليل قعده. سهرتي ايش ذولا ما يسهرون بالليل. زين نسوي لهم سهره بالنهار. يا الله شنو مامو جمال؟ استعدوا اليوم يجوكم خطار. تفضل سوي لهم عشاء. جمال عاد انت لا تبقى تصرف فلوسك بهالشكل. هسه تشالي كذي دخلنا فرح في المناسبه. يوم نفرح بزواجك ان شاء الله. صدق ماما شو احنا ما مفكرين بهالشيء؟ حبيبتي لان ما مفكرين غير بسلامتك وبس، وكل اللي يجي الى اشعار اخر. دعوه غدا صغيره وبجينا نشوف الاغنيه. انا بالنسبه لي ما عندي مانع بصراحه، اليوم اريد اخلص من الطبخ. واني ما عندي مانع. انا اروح لامي. ويا ريم شنو هالدلال يا يابه؟ دا اقول لك دعوه غدا صغيره ها وبجينا هم نتفرج على الاغنيه شلون طالعه بالتلفزيون. تخبلين يلا يا عيني ساعتين نجي. ما اروح. ريم لا تعطلينا. ريم شنو هالدلال يا يابا؟ سيارة دا تاخذك من الباب إيه للباب، ودعوة غدا صغيرة يابا. ايش قلت احبابي؟ ريم جيب الجنطة بالعجل. تأخرنا احبابي. نروح قدامي. يلا يلا ريم لا تعطلينا احنا قدامك. خاين عمين عمي منكم وعليكم جاسوس مزدوج. اسرع الطرق للوصول، اخذ من الطرفين والعب الطرفين واستفاد من الطرفين. تاخذ تمام وتنطي هم تمام. مو الفايده هم تمام. شلون يا ابن زيطه احجوك؟ هذا لقبي مو اسمي. المهم 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 انتم مو تقولون حسون عنده لعبه. انا هم رحت للبيت ولعبت عليه وجريت لسانه وتخربه ومخضخضه من هاي التمام. ورا كل خضه اكو زبده. عاد انتم حكيكم يطلع لو صدق لو كذب. وش طلعنا؟ لا حكيكم عمي كل صدق وتخربط حسون. عم انا اقول لكم حكايه، هاي الشغله مالكم يراد لها ترتيب ولازم تدزولي على معون تشرين. قول علي. اشتاق ليك والعمر غيم بغور وياميك الانقر وارجع لو ارجع اشتاق ليك والعمر غير مبرور ويامي كلها انقلبت. ويلي قزوم شلون رجلك؟ بعدها توجعك رجلك؟ يلا ما يخالف. يلا كيفك؟ شو تسوي؟ لازم تضحي. تضحي؟ لازم تضحي. ليش؟ على مودك. ليش انا؟ شنو انا؟ صعدون على نخله وتكربس من فوق الجو. ليش ثم تعالوا جاي تطلعون الاشجار والعقول اكثر من عندي لويك؟ وانت قمت تعرج ورا ما وقعت بعد ما قدرت تمشي. عوضنا هالش كم لقطه مال نخل واشجار ومكان اللقطات اللي بيها خلل. يطلعون النخل يعوض النخل بيه. وي 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 راسي قام يوجعني قد اشرب حبايه. اكو جاي صداع. ما يخالف ما يخالف. أنا الأغنية راح أهديها للتلفزيون، وأنا كلش متأكد إنه الأغنية راح تعجب الناس. هي والله دقت لأنه وعنا بها طلبات. بس مرت الأخ إذا صورنا أغنية الأخ ما الأشجار ما طلعوا أكثر من عندي. أزعل عليكم والله. زين يابا ما يخالف، مرة ثانية عود نطبق وياك. ومرت الأخ إذا صورنا أغنية جديدة أنا أكتب السيناريو وأخرجها. من تمر نسمة عطرة وادري طبعك من تجافي يا محمد دوجة
كان بذهني سؤال وكنت شاكة بي، هسه انت جاوبتني عليه. شلون؟ انت اي انت لو جزء من ذاك الوجه يرجع مثل قبل هم اقبل بي، المهم يصير وجه ما يثير للشفقة والاشمئزاز، يمرون من يم الناس مثل ما يمرون من عيب نيبنا يأتي أديه، أرجع للحياة. يا ريت يا ريت تكون هاي أكبر أمنية عندك، كان ارتاح قلبي. تتصورين عندي أكبر من هاي الأمنية؟ واثقة، وهذا الشيء اللي ما داير يريح قلبي. يا ريت يكون أي واحد لا تحسين بي ولا تشعرين. ماما أنت ليش تتمنين هالغربة القاسية بيناتنا؟ هذا سؤال جاوبتك عليه هواية. معقولة شباب بأول العمر ومهزومين بهالشكل هذا تنفرض علينا أشياء ونبقى مستسلمين إلها؟ حياتنا صارت بهالشكل. والسعي والاجتهاد شبه غريب عند البعض. مو هذا حسون أفندي قدامك أكبر مثال؟ حسون استثناء. لا والله، إحنا استثناء. بس إحنا نمتلك. نمتلك؟ إيش نمتلك؟ هاي المبادئ مالتنا تربينا عليها؟ مواهبنا، أحاسيسنا، هاي نار راح تحرقنا، خاف ما تدرين. جمال، بس أنت بعت موهبتك، صرت ظل، الحقيقة ورا الظل. هاي الحقيقة دا تقولين عليها حققت بيها أمور كثيرة. بس الغيرك مو نفسك. أي نعم، الغيري، لأن الشمعة ما تنور نفسها. بس الشمعة تذوب شوية شوية، إلى أن تنتهي. حسون لازم ينتهي، وقاسم هم لازم ينتهي، وهواي ناس أمثالهم لازم ينتهون، لازم ينتهون من الاحتلال الأضواء. عرفوا شغلة واحدة، إنه هاي الخطبة العصماء مالتك اللي تقولين عليها هسه ممكن بلحظة ريح قليلة هيك أو بسيطة تنثرها بدون حتى ما الأشجار تحس بيها. أنت ليش مستسلم لهالدرجة هذه؟ مو بس أنا، طارق وعالية، أكو حاجة للفلوس. واللي ما عنده فلوس؟ يجي إنسان عنده فلوس يبتزه ويشتري من عنده اغلى الحاجات بابخس الاثمان، مو مشكله. ظلمتها علينا، بس اني ابقى ما مقتنعه تكون الحقيقه ورا الظل. جمال، ولكنها تدور كما قال غاليلو. ما ادري جمال ايش وقت يكون بالبيت وايش وقت يطلع. هو الوحيد اللي ما يستقبلني بسهوله، دائما يحاول يسد الباب بوجهي. اريد اعرف ليش طلعوها بسرعه من المستشفى. اسال الطبيب هواي احسن. عاليه عينا وجدي، لا تقولين عند امي، لا عند امي ولا اي مكان. بعيوني هاي شفتك انت وجمال تسحبون من بيت حسون، ايدي على قلبي لا حشافكم. ايش دعوه الخوف والحذر؟ طارق بالحمام سكتي. احكي لي ايش عندك ويا جمال؟ أنا بالنسبة لي ما عندي أي مانع ولا أي اعتراف على ولد ولا ثقة وحباب، بس هذا شغل الختيلة مالكم ما أحبه. بشكل مكشوف وبدون أي تستر، إي أنا كنت ويا جمال، بس ما صار بيناتنا شيء ولا راح يصير، لأن نفسي بعد ما تتقبل ملامح الذل والخنوع. وإذا أريد أفكر بواحد فيكون بعيد عن هاي الدائرة اللي أنا وأنت وجمال وطارق بيها. لك كان وحيد امي قبل هاي وحيد القرن، لك دم كل راح اموت مع بعض جابتك وغرفتك ودبتك علي وفتك بلا راح اطلعين. والله راح اموت لعبه لعبتنا. لك فضلت راح اموت. لك بابا، وانا قدمت لكم مقترحات وحلول واساليب علميه لكشف حسون. ايش بيكم انتم؟ مين تعلمت هالعبارات؟ احنا نشرت الاخبار. اخ فضلت مدد ولا خلي ايدي بيدك ونقلب وين ايدك. يلا وين ايدك؟ اشو ايدك يبست؟ وين ايدك؟ يبست يبست. وين ايدك؟ يبست ايدك. وين ايدك؟ يبست.
وين ايدك؟ هاي ايدك كبست لو ايدي من الخوف. ايدك كبست؟ مش لا احسن. احسن. يلا وقف وقف. تعال بابا تعال. مسيح الاسعاف مسيح الشرطه انا هنا بساعه. انا جيت اراقبكم. انتوا قتلتوا هذا الولد خنقتوا هذا الولد الحلو المسكين. هو عم بابا تعال. وين الشرطة؟ عمي هذا زيطة فلاح زيطة فلوحي زيطة. شنو هاد كم فلس؟ جيب بعد شنو تجارب؟ جيب بعد السنة مكزوح. جيب بعد الله جيب بعد عمي انت جيب انت يلا ايه ساح شلون ساح فلوس فلوس جيب جيب انت بعد هاي جيب بعد لا لا الحمد لله قوي لكن هنا قسمتكم يا ويلي شلون بدل ابني اخي على مثل اعطيني رقبتي اعطيني رقبتي اعطيني شلون رقبه مسيش لك عيني ضعف رقبتي وانطوني اذانكم عندي فكره راح تعجبكم شنو هي شنو هي قول احكي مزيش السلام عليكم. اهلا استاذ زياد منير. حسون شلون محلاك؟ اقول لك انا منطيهم عربون تجي بعد ثلاث ايام تدفع الباقي وتاخذ الحلويات والكيف هنا. انا ذكيه وعقلانيه واحلامي مو ساذجه، بس انتم قتلتوا كل طموحي، نشيد العازه والذل والخنوع اللي خلاني اتخلف بدراستي، امي اي امي امي وخوفها لا تقاعد ابويا ما يكفينا، وخالتي اللي جتي هي وجوقتها براسنا بالبيت، وانتي اللي جيتي بعد سنه ونص ونصبتينا مناحه لان طارق وقع على مواد ما موجوده وانحبس، عفتي وظيفتك وانهزمتي من عيون الناس، سلسله من الاحباطات والهزائم اللي خلتني بهالوضع هذا. هذا الحكي كله هسه ما يفيد بعد خلص. اما اذا سفزتش موقف جمال فخلي بالك جمال ما يمتلنا باي صله سوى المعرفه. صله المعرفه والذل والخنوع بس اني ما يمتلنا اي صله. شفتي خلاني جمال؟ انا متاكده جمال استمالك الفتره بسلوكه والفاظه ومنطقه. بعض الاشياء الجميله جواها اشياء مو جميله. اسمعي يا حبيبتي لا تحكمي على الناس بالعجل، انتظري تنكشف الحقائق ولا تظلمي جمال ارجوك. يوم ما تقولي ليش طلعتش بهالليل؟ وين رحتي؟ زين ليش ما قلتي لي؟ على الاقل كان اخذتك ورجعتك بسياره. ما كانت عندي نيه بس على غفلة خطرت براسي فكرة. أي. قلت يلا ما منها. خير إن شاء الله. هاي شنو هالفكرة هاي؟ خطبت لك بنية. شنو؟ عم مشغول. مشغول. شو ما أشوف الحفلة طالت من عندنا. دوقف 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 لا تستعجل. هسا أجل خاط. إيه. اسمع اسمع. هاي خمسة خمسة ثلاثة تسعة صفر. إيه. اها وهاي ثلاثه. ها بشر 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 مشغول. مشغول شنو وين اجيب؟ ما في سايز يخبرهم بالتليفون. خمسه خمسه ثلاثه. عمي ايش بيكم انتو؟ ايش بينا؟ اقول لكم السالفه اكيده. ايه؟ البارحه بذاني سمعت المهند محسن. ايه؟ يعتذر من جماعه عندهم حفله وياه. ايه؟ حتى فاخر ابو القانون. هم اكل الشغله. شنو بعد؟ حلو ما طول هيك دي خابر وسمعنا. اول يا خابر تليت يعني خوب مو بتليت مالك خابر. ايه ها ايه خمسه خمسه ثلاثه تسعه صفر. ثلاثه دقت ثلاثه دقت ثلاثه دقت ثلاثه دقت ثلاثه دقت ثلاثه. اي ها ها بالله هسه اللي سمعت شي يقول مو يقول انت قعدتي وناقشتيني وبعدين يلا رحتي. تعبت من الحكي والتوسع والاقناع طلع حجة. أنا خطبت لك بنية يحلم بيها أي شاب وأهلها رحبوا بالمسألة وهسه ينتظرون الرد. ماما أنا جاي أدور على مصلحتك. أصلاً أبوك من قتله طار من الفرح وكيف والدموع قامت تسيل من عيونه. مش ماما ليوسي
احكي وياي على ابوك، احكي وياه كلمه، احكي وياه حكايه حلوه. يلا ماما، يلا حبيبي. يا اهلا وسهلا. اي نعم، انا زياد منير. يا اهلا وسهلا، تفضلوا. ها منو؟ مكتب السيد الوكيل. دقيقة يعني. تليفون؟ هنا من هذا المكان. ليك شو تفاعل؟ مكتب السيد الوكيل. ألو؟ يا هلا، مرحبتين، أتشرف. أهلا وسهلا. أي شبيك؟ يا مرحبا، أهلا أهلا وسهلا أستاذ. لا لا، هيك ماكو شيء، بشوي ملتهين. أي حق، صحيح صحيح، لأنه أستاذ زياد يعني شوي عنوانه ما معروف. إي نعم إي نعم إي نعم، أشكرك. صار، أهلا وسهلا، مع السلامة مع السلامة. هلا ماس قاسم. شنو لا خلصني قاسم، شغل خلصني بيد، والله يخليك. شبيك راد مو تمعود؟ شنو شنو راح اقول؟ شبيك شنو الموضوع؟ مكتب السيد الوكيل، هو ابن سيد الوكيل ده يتزوج، يريد اغني بالحفله. اي وشنو يعني؟ غني شكو بيه؟ شنو يعني؟ شنو يعني يا معود؟ صارت بيها المره سيد وكيل وكلا، صارت بيها وكلا. هسه تعطيني مفكر، خلنا افكر بس. شلون؟ بس لحظه دقيقه. نتأكد يا بي، بس خلنا نتأكد. لك راح ابوك، لك شلون؟ خلنا نفتهم كلها، خلنا نجود كذب، خلنا نتأكد من المفتد. وقف جد كذب. خمسة خمسة هنياني هنياني هنياني. ألو، السلام عليكم، شلون الصحة؟ مكتب السيد الوكيل، اهلا وسهلا. قل لي اكو احد اتصل هسه باستاذ زياد منير؟ اي نعم. ها لا والله ردنا نتاكد، مو جماعه خابرونا قالوا حضرتك. يا اهلا وسهلا، اتشرف. اي نعم، حكى وياك استاذ زياد. اهلا وسهلا. اهلي اهلي، مع السلامه استاذ. شكرا اهلي اهلي. السالفه صدق؟ سالفه صدق. سالفه صدق؟ شنو يا وين؟ وين؟ لا يروح يصير بيك شيء، معود تموت. مكتب السيد الوكيل، اولي ارد للناصر يردود مخنوق بالف عبره. بابا لا يصير بيك شيء وتنام مستشفى النوب عليه. على واه؟ على واه يصير بيه سكر؟ على واه يصير بيه جلطه؟ على واه يصير كبد بالفيروسني؟ على واه حسون؟ ها؟ تم سوى عملية مصانع عور قبل؟ لا ما مشو، ما مسوي لوجه. اوي اوي اوي، لك شاني مسوي العملية شاني. اكو واحد ما بيجي يسوي عملية بالمصانع. اوي اوي، يلا عاد مو بدنا نتعب، طاحت رجلينا. يلا وينه؟ بشر. موجود؟ انصار. شنو هذا؟ ولاده. يلا وين لعب؟ وين؟ مش بدي وين؟ وين؟ سلامات. منو؟ زياد المدلل. منو منكر ونكير؟ لا عيني، احنا احبابك زيودي. اقول هاي عمليه لو عمليتين، قيصريه لو ناسور. اشتردوا مني بابا، اشتردوا مني. ما نريد عندك زيودي، ما نريد، بس نريد نعرف ليش سويت العمليه. شنو ليش؟ حتى ما يغني في حفله زواج ابن الوكيل. اقول هو منو قال له على زواج ابن الوكيل؟ ما اني. ها هذا انت سويت هاي الدقه. وبعد ضمي لك هواي دقات. وانت حبيبنا وما نقدر نعوفك. اقول لك حزونتي زيودي. مو عدوتي. اقول ليش ما تغني لنا؟ خلينا بدغني يا حبوبي. انا عيني اريد نسمعك هسه. اقول لك هسه تقدر تغني انت؟ ايش يعني؟
اقدر احكي حتى اغني. زين زين نمر لغير وقت، حضر لنا اغنيه حلوه. فلوح فلوح عيني ناوشه 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 الهديه. الف مبروك عليك، وان شاء الله ان شاء الله بالعمليه الثانيه نجيب لك هديه اكبر. اودعناكم اودعناكم. روح روح بلا رده، روح بلا رده. خذ الجار الجايبين دولة، أشوف شدة الورد. شلاي شلاي فجل جهت وكرفوس شنو هني طلي.